فقرة رياضية، فقرة صباح الخير يا مصر رياضية، ولسه كمان بقى مع منتخب اليد الأولمبي اللي مفرحنا ورافع راسنا ومشرفنا. كل الناس وقفت عند لاعب بيقدم مجهود كبير جدا، وهو كريم هنداوي أو كاتونجا حامي عرين الفراعنة، نجم منتخب اليد اللي أثبت من جديد صدق مقولة حارس المرمى بنصف فريق. نسبة تصدي كريم وصلت ل 50%، طبعا ما شاء الله، وكانت ليه لقطة امبارح في ماتش ألمانيا، لقطة كانت مميزة جدا. خلينا نتكلم عن كريم ونتكلم عن هذه اللقطة مع الأستاذ مصطفى هنداوي والد كريم. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبنبارك لك ألف مبروك لأداء كريم. صباح الخير يا أمانة، وصباح الخير أستاذ أحمد، وصباح الخير يا مصر على كل المصريين. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه عايزين نعرف من حضرتك بقى احتفلتوا ازاي وانت وكمان يعني حضرتك والاسره كلها وقرايبكوا وانتوا بتتفرجوا على كريم امبارح، احكي لنا كده اللي حصل واحتفلتوا ازاي. يعني طبعا الاحتفال واضح يمكن بالصوت، يعني انا صوتي رايح خالص، حتى مش من الماتش ده، من ماتش السويد يعني. فالحمد لله كان يعني كنا فرحانين جدا الاسره، انا وزوجتي وزوجة كريم واخواته، لا يعني فرحة ما تتوصفش بصراحة يعني. ممكن الفرحة دي كمان بانت لكل المصريين اللي فرحوا بفريق جماعي قدر يأدي ماتش ويظهر ظهور مشرف للمصريين كلهم. يعني مصر كلها كانت بتحتفل مع حضرتك والله يا أستاذ مصطفى. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. استاذ مصطفى، عاوزين نعرف بقى توقعاتك، يعني كنت متوقع ان الفريق يعدي او يوصل للدور قبل النهائي؟ بنتكلم على مباريات كتير خاضوها وحققوا فيها انجاز الصراحه، البرتغال، اليابان، السويد، البحرين، المانيا، وان شاء الله فرنسا باذن الله. كنت متوقع النجاح ده؟ حضرتك بص، انا يعني مفتاح البطوله دي كان ماتش البرتغال. ده حقيقي. الحمد لله، يعني احنا اول ما اخذنا البرتغال فرقه تقيله جدا وكسبنا فرنسا قبل كده، فالحمد لله احنا لما كسبناها اطمنت على الفرقه. الفرقه كان ليها شكل مختلف تماما 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 عن اي، في عزيمه في اصرار. الماتش اللي بعد كده يعني الحمد لله ربنا وفقنا فيها. ماتش السويد انا كنت متوقع ان احنا نعمل حاجه قدام السويد، فالحمد لله. والمانيا كنت برضه متوقع ان شاء الله ان احنا هنكسب المانيا. يعني طبعا الناس كلها كانت قلقانه، في المانيا فرقه كبيره جدا، بس انا كنت متوقع ان شاء الله الحمد لله توقعاتي في محله بتوفيق من ربنا ان احنا هنكسب المانيا. الحمد لله احنا كده نتفائل بحضرتك بقى. لا ان شاء الله خير. يعني بتبقى في مقاومات الفرقه، بعينيك بتبقى شايفاها فرقه متماسكه، فرقه عندها اصرار، عندها عزيمه، عندها يعني استعداد وعايزين يكسبوا، فربنا وفقهم الحمد لله. وماتش فرنسا باذن الله باذن الله برضه متوقع ان ربنا يكرمنا ونوصل للدور النهائي باذن الله، ونفرح مصر كلها بميداليه ان شاء الله يا رب باذن الله باذن الله. طب استاذ مصطفى قول لنا بقى، كلمت كريم بعد الماتش ولا لا؟ طبعا ده حاجه نقول ايه يعني مقدسه، يعني قبل الماتش بساعتين لازم تكون في اتصال بيننا وبينه وبين والدته مع كميه الدعوات بقى مش عايز اقول لك عليها قد ايه. وبعد الماتش ده اساسي لازم نكلمه بعد كل ماتش، يعني سواء ان هو يعني عمل ماتش كويس، ما كانش الماتش ده مش موفق، او لازم نكلمه ونبارك له. وصوته كان باين وسط زمايله قد ايه فرحان وقد ايه مبسوط وقد ايه هو يعني عنده باور اكتر واستعداد اكتر ان هم يعملوا حاجه في الماتش اللي جاي باذن الله. يعني ربنا يخليكوا ليه وبلغوا سلامنا يا استاذ مصطفى. يوسف فندم شكر جدا. استاذ مصطفى، يعني كان في لقطه امبارح هي لقطه مميزه، لقطه خاصه لفتت نظر كتير من المتابعين للماتش، كريم وهو بيشاور للاعيبه منتخب المانيا وبيقول لهم ان انتم مش هتعرفوا تجيبوا اهداف. اعتقد نفس اللقطه دي رجعت للاذهان اللقطه اللي حصلت مع منتخب مصر سنه 2015 في قطر. شايف ده ازاي؟ وهل ده تحدي او ثقه في النفس زياده شويه؟ لا، هو مش ثقه في النفس زياده شويه اكتر بصراحه. لو ثقه في النفس برضه دي كويسه يعني طبعا، انما ايه يعني تقدر تقول ان هو ايه بيرد اللي اتعمل قبل كده يعني. فكانت لقطه لفت للانتباه، وكانت لقطه ظريفه يعني، حتى جمهور السوشيال ميديا كلها لاحظت الكلام ده، بدا ينزلوها، ينزلوا الفيديو القديم بتاع 2015 والفيديو الجديد بتاع كريم، بحيث ان يعني يبقى فيه كده يعني تقدر تقول مقارنه بين الاثنين، زي ما انت عملتوا احنا عملنا، وزي ما انتوا كسبتونا احنا كسبناكم.
فالحمد لله يعني كانت لقطه مميزه حتى لفتت انتباه للناس كلها، فالحمد لله ربنا كرمه فيها الحمد لله بالاداء واللعب اللي لعبه الحمد لله. الحمد لله. طب استاذ مصطفى بقى قبل ماتش فرنسا نصيحتك ايه كده لكريم وللفريق كله؟ الفريق كله حضرتك وكريم انزل العب واعمل اللي عليك. دي اهم حاجه، ما يعني ما تستهترش بالفرقه، ما طبعا عمرهم ما استهتروا فرنسا استحاله يعني، انما العب وربنا هيكرمك ويوفقك. الناس شايفه والجمهور شاف انتوا تعبتوا قد ايه وبسطتوا الناس قد ايه، وانت اول فريق عربي وافريقي يوصل للدور الاربعه او الدور قبل النهائي، فالحمد لله ده شيء كويس. الافضل انك توصل لاعلى من كده، ما تقلقوش يعني، العب بدون قلق. يمكن الضغط مش علينا احنا، ده الضغط على فرنسا بعد ما شافت مستواك شكله ايه، واحنا بنمتاز عن فرنسا بالسرعه. فاحنا يلعبوا لعبهم العادي، يقاتلوا فيه، يلعبوا لعب بجديه جدا، وان شاء الله يوفقهم. مش شايف في قلق يعني، انا شخصيا مش شايف ان في قلق من المفروض يبقى الفريق منتخب مصر، القلق لفرنسا. نعم. ربنا يوفقهم ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله، اللهم امين. يعني استاذ مصطفى الحقيقه احنا دعواتنا من ضمن دعواتنا كمان لدعوات حضرتك والاسرته الكريمه، ويعني بنحييهم، كفايه ان هم فرحونا الفرحه دي ورفعوا راسنا والله. نشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى هنداوي والد كريم هنداوي او كاتونجا. يعني حقيقه فريق يشرف، فريق عظيم، فريق خلى صفحات التاريخ تتفتح من جديد وتكتب اسم مصر، مش بس مصر، مصر والعرب للي عملوه في طوكيو في اليابان بطولة 2020. حاجة بتخلي كل مصري يبقى فخور ان هو عنده لعيبة صغيرين رجالة. لا مش السوشيال ميديا بس المصرية، كمان السوشيال ميديا العربية كله كان بيتكلم عن منتخب مصر كرة اليد امبارح. يعني اداء فعلا فعلا مشرف. فكرة ان انت تحس ان في لعيبة حاسة بمسؤولية انها بتحمل اسم مصر، دي حقيقه. يمكن في الاول كنا بنقول الكلام ده كلام مرسل، بقى دي لا يعني مش اي مسؤوليه، هم دي بتمثل فعلا مصر، فهم فعلا تحملوا هذه المسؤوليه وقدروا ان هم يمثلوا مصر بالشكل الامثل. خمس مباريات رفعوا فيها اسم مصر في الخمس مباريات، وان شاء الله ان شاء الله كلنا متوقعين، مش عاوزين بس اللي احنا ايه نحسدهم، ان شاء الله كلنا متوقعين ان هم هيرفعوا اسم مصر في الماتش السادس ليهم مع فرنسا.